السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت ناس عاملين فيديوهات سهلة جدا وبسيطة ونقدر احترافية ومحققة مشاهدات عالية جدا جدا، ونقدر نعمل زيهم ببساطة. على سبيل المثال دخلت على شات جي بي تي، ده اللي هيكتب لي المحتوى، وادخل على كانفا هو اللي هيعمل لي التصميم، والموضوع سهل جدا جدا يعني. طيب خليني هنا اقول له اريد افضل 100 جملة تحفيزية، ومش شرط تكتب له نفس الكلام، اكتب له اي حاجة تخطر على بالك، انا عايز مثلا جمل تحفيزية وهكذا. تمام، فبدأ يكتب لك الكلام اهوت، تقدر تاخده كوبي بيست. طبعا كل فيديو ممكن تحط فيه جملة واحدة او جملتين او ثلاثة زي ما انت عايز، والسؤال اللي انت بتسأله للشات جي بي تي بالشرط كده تقدر ان انت تعمله بأي شكل انت عايزه. تمام، طيب خلينا مثلا نقول لكم مصدر الهام الاخرين. ماشي، هو لسه مكمل بقى من الجملة. تمام، بس خلينا نختار اي جملة فيهم. طيب عايز اوقف، هقول وقف، هاخد مثلا الجملة زي دي. طيب هطلع بقى على كانفا، وتقدر تعمل فيديو لكل واحدة فيهم او تعمل واحد مجمع ليهم زي ما انت عايز. طيب بيقولك بقى انت عايز تعمل دي التصميمات اللي شايف ان انا بستخدمها كتير، دي حاجات انا عملتها، دي مثلا صور هيئات معمولة. طيب خلينا نطلع بقى فوق خالص، هو مش بيعمل صور بس، هو ممكن يعمل لك كومنتس، ممكن يعمل لك زي سبورة وايت بورد، ممكن يعمل لك برزنتيشن، ممكن يعمل لك فيديوهات، ممكن يعمل لك ويب سايت، ممكن مور، في حاجات تانية كتيرة جدا يعملها لك. ممكن يعمل لك موبايل فيديو، فبتدي له مثلا صورة معينة ويبدأ ان هو يحركها لك، ممكن يظبط لك الصوت، حاجات كتير جدا. طيب انت عايز تعمل الفيديو دوت على اليوتيوب ولا اي حاجة انت عايزها، قول له سوشيال ميديا، وتبدأ بقى تختار دي حاجات جاهزة. اقول له مثلا عايز حاجة خاصة للانستجرام، ونقول له مثلا انستجرام ريل، احنا معنا الجملة اللي احنا عايزين نحطها، ونقدر نختار صورة تبقى شكلها حلو مناسبة للكلام اللي مكتوب. ده كده المقاس مظبوط، تقدر تختار اي حاجة، بس خلي بالك لو في علامة كده تاج يبقى ده بفلوس. تمام، ممكن نختار مثلا حاجة زي كده اهو. تمام، ومجرد بس ان انا اعلم على الكلام وابدأ احط الكلام بتاعي. تقدر تغير الفونت بحيث ان هو يبقى شكله جميل، وهو 5 ثواني اهوت، صوت بحر، وهنا في مشكلة في الفونت، فكل الفكرة كلها نحن نحاول ندور على فونت ما يكونش بيقلب العربي، او في برامج كتيرة بتساعدك ان انت تكتب بشكل كويس. تمام، فبتبدأ بس تظبط الفونت، كان في مواقع بتحط لها العربي وهو يبدأ يكتبه بشكل يقبله ويشتغل معاك. فانت كده معاك الفيديو، مجرد ان انت عايز تسيفه تقول له شير، وتختار انت عايز تسيفه مثلا داونلود، انا امتداد انت عايزه.